Donc, monsieur le voyez, le projet concerne les travaux d'entretien du chemin de Bilaya 44, travaux de 25 مليار و 400. Donc, هذا القيمة نتاع هذا الترونسون تاع وبالنسبة للطرقات فيه مبلغ يعني تقريبا نتاع 60 مليار أكثر من 60 مليار في هذا وذاك فيه 600 فيه 60 مليار وفيه كذلك 35 مليار لإعادة الاعتبار الطرقات على مستوى بلدية وهران كذلك. ثم على بالكم باللي باش بلدية وهران يعني السنة الماضية يعني بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط قمنا بإعادة الاعتبار العديد من الطرقات خاصة في الناحية الشرقية، ولكن بقات بعض المناطق اللي مازالت فيها الطرقات متدهورة كما لو تروزيام بيريف اللي مازالت فيه بعض المشاكل. كذلك يعني شفنا طريق على مستوى اللي يربط بين لو بالي دي سبور حمو بوتليليسن حتى التكوين المهني كذلك يعني طريق متدهور جدا. بعض الطرقات كذلك المتواجدة القريبة خاصة من المدينة الجديدة كذلك متدهورة، وفيه كذلك على مستوى يعني الأحياء العتيقة كحي الدرب كذلك فيه كذلك يعني طرقات جد متدهورة لتمان خاصة في المنطقة اللي ما زالت أهلة بالسكان، يعني العمارات اللي ماهيش مصنفة حمراء واللي ما زالت فيها الساكنة وما زالت فيها الحركة يعني التجارية كبيرة. وبهذا الغلاف المالي هذا اللي يعني استفدت منه الولاية في نهاية سنة 2022 ظن بلي باش يعني راه ينعكس بالايجاب، ونقول بلي باش نوصلوا الى نسبه نتاع اعاده الاعتبار الطرقات فوق حوالي 80%.